مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. اليوم كنتلاقاكم بطعم صحراوي، وبصدق ما نخفيكمش واحد المتعة اللي كنحس بها في هذه اللحظة هذه، وأنا كرتدي الزي الصحراوي وكنحس بالجو ديال الصحراء اللي كنفتقدوه جميع، ولأكيد أنه كلنا كنستمتعوا به وكلنا كنستمتعوا بالعادات الصحراوية وبحضورنا في مجتمعنا الصحراوي بطبيعة الحال. ولكن اليوم كنحتفلوا بمشهد استثنائي، كنحتفلوا بإنجاز كبير بصحراءنا المغربية، كنحتفلوا بمجتمعنا الصحراوي، كنحتفلوا بالمرأة الصحراوية، كنحتفلوا بالرجل الصحراوي، وكنحتفلوا بشبر من بلادنا العزيز. اليوم جات فرصة باش ندخلوا في دردشة شي شوية ونتعرفوا أكثر على الثقافة الصحراوية، خاصة علاقتها بالمرأة. كثير من الأسئلة كنطرحوها، وكثير من الأسئلة حنا كنتظروا الإجابة ديالها بكل تعطش. لهذا الغرض هذا اليوم كنستضيف معايا ضيفات كريمات اللي معاهم غادي ندردشوا في الموضوع. تنرحب بلال عائشة العلوي، مندوبة وزارة السياحة بجهة العيون السقية الحمراء. مساء النور لالا عائشة، ويا وني بيك. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافه، وحتى انت وني بك اكثر. الله يطول عمرك لالا يخطيك. وايضا بصدق يعني بكل فرحه اليوم كنستضيف معايا زميله من مكتب العيون بطبيعه الحال تابع لمد راديو، لالا رباب الذاه، وهي نائبه مديره مكتب العيون لاذاعه مد راديو وصحفيه ايضا. مرحبا بك لالا رباب. مرحبا، مساء الخيرات لالا سكينه، الزميله لالا سكينه، مكره انك جيتي معاهم صراحه. والله حتى انا مكرهش نكون معكم، ولا ان شاء الله في فرصه قريبه باذن الله، ولكن انا كنحاول نعيش الاجواء باش نستمتع باجواء الصحراء المغربيه. غادي راه كامل المغرب كامل قناه وحده صافي. هادشي اللي كاين. الله يطول عمرك لالا يخطيك. بدايه لالا رباب، غادي نفتتحوا الشهيه بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على حضور المراه الصحراويه في المجتمع بطبيعه الحال المغربي والصحراوي. كاينه اسئله كثيره كتطرح على اناقتها، على جمالها، على مجموعه من العادات والتقاليد الجميله جدا اللي كنعيشوها بالصحراء المغربيه. نبغيو نتقربوا منها اكثر. كيفاش كتعيش المراه الصحراويه حياتها اليوميه؟ وصراحة سبق واحد الدردشة زوينة في الصباح الباكر عبر التليفون، كانت واحد الدردشة عجبتني، كان بحال ريزومي على الواقع ديال المرأة الصحراوية هم في الصحراء. هي كتعيش واحد ما عارفش كيفاش نعبرها، ولكن زاد خوصصة ولا واحد التميز تحظى به المرأة الصحراوية هم في واقعها المعاش. علاه؟ كتجبر عنها عند هذيك القدسية لما كتلقاهاش لف جميع بقاع العالم، تدور جميع المجتمعات كتجبر فقط المرأة الصحراوية عندها هذيك ذات مكانة خاصة وحدها بها. عندنا ممنوع العنف مثلا، هون المرأة ممنوع تعنف، عندها الحرية مطلقة، ولكن طبعا حرية مطلقة يعني ما كاين فرض عليها شيء. كاين القضية ديال مثلا مجال العمل، بإمكانها مثلا تشتغل وما مفروض عليها أن تشارك في مصاريف البيت مثلا، في حين أننا كتجبر مثلا أسر ثانية وفي مدن ثانية أنها ملزمة مثلا بتقاسم مصاريف الكراء أو الأطفال. هي طبعا يعني المرأة غادي في كل الأحوال راه ولادها غادي تصرف، ولكن ما هي أوبليجي عليها أنها تصرف مثلا. هاد الخصوصية هذه من حتى هذاك ما عرفش باش ذاك الشاغم ما نعرف، ولا ديك الراحة. أنا مرة تعيش واحد الجو مريحها نفسيا معنويا ماديا، ما هي ملزمة أن ذاك تعيش هذاك ذاك ستريس وذاك الندية مع الرجل. يعني كتعيش حياتها بأريحية أكثر، ربما عندها تفاصيل في اليوم ديالها كتكون بأريحية أكثر من مدن اللي فيها شوية حركة زايدة. ولكن دائما كتكون المرأة سيدة مكانها. كنقولوا احنا مجتمع عمومي، احنا مجتمع الصحراء مجتمع عمومي،
يعني عن الام هي اللي تسير من ديك الساعه من زمان، مازال ديك الساعه البدو، مازال ديك الساعه الخيام وداك الشيء. المراه الراجل اللي يمشي يجيب الحطب وكيمشي كيجيب ولكن المراه هي اللي كديسيدي، هي اللي كتعطي القرارات، هي اللي تركتها كتربيهم انت دير كذا، انت كتصدر الاوامر. صافي الاب دوره انه يوفر يوفر يعني التغذية للأطفال، ولكن التسيير تسيير ينعطى للأم، أو اللي نقولوا ليه المرأة الكبيرة الكهلة، الكهلة هي اللي كتسير. النهار كامل مثلا يمكن تبقى وحدها، كاع الراجل كيمشي مع الرجالة، ولكن القرار الرئيسي صادر عن الأم، وخصوصا الأم الكبيرة اللي كتعود في القبيلة الكهلة. مثلا قرارات الزواج، حد باغي يتعرس، حد باغي مثلا يسافر، كيرجعوا دائما لهذيك الكهله الكبيره. مثلا رضات الوالده هي الاولى، حتى انا لان علاش هي اللي غادي دير ترانسميسيون لهذاك الميساج الشيباني الراجل الكبير، ولكن بالاساس راه هي اللي غادي ديسيدي، بالتالي هي اللي غتاثر على الراجل، وبالتالي احنا ربما شؤون اسريه اللي موكله للمراه وما يمكنش تدخل فيها شخص اخر، يعني عندها التفضيل في انها تاخذ القرارات فيها وتسيرها. لا ماغش ديك الحريه انها تقرر، ووافق فيها الرجل انها اوكي قرارك راني واثق فيه، انا عارف عنه، يعني عارف عنك انت غادي ادرى مني بشؤون الدار. نعم. الا سمحتي لي حنا غنوصلوا للحديث في هذا الجانب هذا، ولكن غنتقل عند العائشه. كنعرفوا جميع بان الصحراء المغربيه هي غنيه بالمناظر الخلابه، غنيه ب يعني بامور اللي زوين انه الناس يكتشفوها، ناس اللي كان سبق عندهم زيارات ربما، يعني كيتكون ديك جلسه الخيام، كيكون داك يعني الجلسات الخاصه اللي عندها واحد الطعم ارتباط مباشر بالارض، كيكونوا مجموعه يعني الأنشطة اللي عندها استثناء. والصحراء المغربية سبحان الله جمعات ما بين جمال الصحراء والرمال، وأيضا وجود البحر وأجواء استثنائية ربما ما تلقاوهاش في بلدان أخرى. إلى جانب ذلك تنشوفوا واحد الحضور نسائي في مجال العمل، وربما خير دليل حضوركم معنا للعائشة كونكم أنتم مندوب وزارة السياحة بالمنطقة. فقربينا أكثر من العمل ديالك، قربينا أكثر من يعني طريقة الاشتغال ديالك، وأيضا حطينا في الصورة، شجعينا على أنه نخليو الوجهة للصحراء أكثر. اولا نشكرك مدام سكينه على هذا اللقاء التواصلي واللي يقرب المراه الصحراويه من المراه في شمال المملكه، هذا اولا. ثانيا ينعت ينعت حتى المملكه ككل على انه اولا المراه الصحراويه في حد ذاتها هي ما عمرها كانت، لانه الناس دائما واخده واحد النظره على ان المراه الصحراويه راهي دائما هي غير جالسه في البيت مستهلكه اكثر من ما هي منتجه. ما غاديش نرجع للي قالته السيده رباب، ولكن ممكن انا نكمل عليه على انه المراه احنا بالنسبه لنا هي محور اللي كتدور عليه العائله كامله، ماشي لأنها هي ذاك المقرر أو ذاك اللي قابض عصات سيدنا موسى كيف ما كيقولوا وهو اللي قررهاك، ولكن لأنها بالحنكة ديالها بالجلوس ديالها دائما للوراء، ماشي لأنها باش تجلس هي اللور، لا، ولكن باش تشوف ذاك لو كادر كامل وتاخذ واحد تاخذ فكرة عامة باش تقد تعطي حل إذا كان هناك مشكل، أو لا حتى تقد تحاور، لأنه كل ما احنا كنا بعاد وحاطين واحد الصورة قدامنا كل ما كانت الصورة واضحة لنا، كل ما كان الحوار أكثر نقوله أكثر عقلانية، فهمتي؟ المرأة الصحراوية اليوم ما شاء الله أصبحت في جميع المجالات، أعوذ بالله من قولة، أنا كانت تسميتي المندوبة جهوية للسياحة كأول صحراوية مغربية تعين كمندوبة سنة 2005. الآن فتبارك الله كاينين معنا مديرات جهويات، مثلا على سبيل المثال في البريد، كاينين في الوكالة الحضارية، كاينين طبيبات جراحات، كاينين مهندسات معماريات،
كاينين مهندسات اصبحوا اليوم في المهندسات في الميكانيك، واللي هما الحمد لله كاملات من جهة العيون واللي ينتموا لهذه المنطقة العزيزة على علينا كاملين وعلى الوطن. إذن المرأة الصحراوية المغربية أصبحت ملمة بجميع تقدي تقولي وحاضرة في جميع المجالات. فيما يخص لين نقولوا نحن نرفضوكم في طائرة من الدار البيضاء ونجيبوكم لعندنا هنا لجهة العيون الساقية الحمراء باش نحطو لكم الرحال هنا في العيون أولا، ممكن تشوفي ومع الأسف على أننا واخذينكم في طائرة ما أننا واخذينكم في الطريق، لأنه إذا كنا واخذينكم في الطريق لهي تشوفي واحد لوليتوغال اللي يعني واحد المجالات شاسعة سياحية بحرية فيها اختلاف في المناظر، ممكن تشوفي الشاطئ والبحر، ممكن تشوفي لافاليز الجرف، ممكن تشوفي السبخات، ممكن تشوفي الرمال حتى يعني التكوين ديال الرمال ولونها، ممكن تشوفي الغرد وما يسمى بالفرنسية لادين، ممكن تشوفي يعني تبارك الله يعني الشمس، ممكن تشوفي جميع أنواع المنتوج السياحي واللي هو منتوج سياحي متكامل، يعني عندك فيه الرمال، عندك فيه البحر، عندك فيه الصحراء اللي هي يعني منين تمشي ربما ذيك الكلمة اللي نقوله على أنه الإنسان ممكن يعيش ليلة في ذيك كاينة مليون نوي، إحنا كاينة عندنا مليون نجمة يعني يعيش وبكل الحمد لله والشكر لله آمان ما هو محتاج، ممكن إلا بغى يمشي حتى ينعس كيف نقوله على بيليتوال، يعني ممكن ياخذ لو ساك دو كوشاج ديالو ويخرج للباديه يرقد فيها بكل امان الحمد لله والشكر لله. بما اذا بغينا نتكلموا عن القطاع السياحي زعما يعني بين قوسين القطاع السياحي، وانا نبغي نتكلم عن القطاع لانني نبغي نشكرك على هذه الجلسه ونبغي مولي نوصل للناس عن طريقك وعن طريق برنامجك بوبليسيتي لجهتي العزيزه عليا واللي أنا كان خدمها أصلاً بكل حب وبقلب زعم مفتوح، واللي نبغوا الناس تعرف على أنها جهة أصبحت اليوم تضاهي الجهات ما شاء الله في المجال السياحي الكبرى، بحيث على أنه أصبح عندنا 50 وحدة فندقية مصنفة ناهيك عن المؤسسات المزات الغير مصنفة وهي في طور التصنيف، يعني ما يعادل أكثر من 2000 سرير في الطاقة الإيوائية المتواجدة، أكثر من 1000 سرير في الطاقة الإيوائية المستقبلية اللي هي بريفيزيونيل. الآن حتى الناس أصبحت عندها دراية بالمجال السياحي، إحنا نعرف على أنه الإنسان الصحراوي يعني شيء خلق فيه واللي هو ما يسمى التجارة، على أنه إنسان تاجر أصبح اليوم يتاجر حتى في المجال السياحي، بحيث أننا نعرف هذا المؤسسات الإيواء اللي حسبت لك واللي العدد ديالهم أكثر من 50 وحدة اللي هي مصنفة واللي هي متواجدة في الجهة اللي هم من المنطقة، يعني كاملين ينتمون إلى جهة العيون الساقية الحمراء، ياك بما فيه خالقين عندنا كذلك اللي هما أربعة ديال المستثمرين واللي هما فرنسيين وبلجيكيين وإسبانيول، هذو هما جاو من الحب ديالهم منين جاو لهذه الجهة وشافوا الراحة والطمأنينة والنشاط السياحي اللي فيها، واللي مازال كاينين منتوج ثاني اللي احنا مازال كان حاولوا على أننا نديروا له الإنعاش دياله ونعودوا نعرفون نسوقوه بطريقة أخرى، قالوا على أنهم هما حياتهم يبغوها تكمل في هذه المنطقة ما بين طرفاية والعيون وبوجدور والسمار، فهمتي؟ إذن هذو الناس الأجانب. أنا من خلالكم أنتم نبغي الناس على أنه والحمد لله على هذا الكوفيد، حتى هو عنده طبعا على أنه
بزاف ديال الناس اللي تضرت منه سورتو القطاع السياحي بالدرجة الأولى. نبغوا الناس تعرف على أنه منين نسد هذا الحدود ما بيننا مع الخارج تلتفت الناس وتعرف دولتها كاملة وتعرف المنتوج السياحي اللي هي كتشتمل عليه. إذن ذرك دابة ذرك هي دابة ذرك نبغي الناس على أنها تحاول ما أمكن تعرف هذا المنتوج وتمشي مسافرة لهذا المنتوج اللي هو فيه لاسيبل ديال الناس اللي كتبغي السياحة الشاطئية، فيه الناس اللي كتبغي السياحة المغامرة، فيه الناس اللي كتبغي السياحة الإيكولوجية، وفيه الناس اللي كتبغي السياحة الأركيولوجية. نعم فهمتي. يعني الناس اللي كتبحث أكثر على التاريخ وعلى الآثار وعلى مجموعة من الأمور، النقوش الحجرية وعلى كل شيء، هذا كامل الحمد لله متواجد عندنا في المنطقة. الله يعطيك الصحة. ما عندي مثال كان لعائشة، أنا تدار لي بأنه ساعة ما كافياش باش نتقربوا أكثر من التراث الصحراوي ونتقربوا، كيدار لي بأنه خصنا نخصوا شي حلقة للسياحة الصحراوية، لأنه كاينة مجموعة من الأمور اللي نبغيو نكتشفوها إن شاء الله مستقبلا، علاش لا، وتكون بشكل مباشر ان شاء الله باذن الله. الله يطول عمرك. الا سمحتي لينا غنتجه عند رباب ونعاود نرجع عندك لاله عائشه. رباب، ربما ملي كنتكلموا على المراه الصحراويه كنتكلموا على ثوابت اجتماعيه، على عادات، على تقاليد، على مجموعه من الامور اللي يعني كترسم الحضور ديال النساء الصحراويات. اولها هو انه كيف ما قلتي ربما المجتمع الصحراوي كيتميز بالتقدير أكثر للمرأة، يعني كيف ما سبق ودردشنا من العيب أنه الرجل يعنف المرأة الصحراوية، وربما يقدر يعني شيخ القبيلة أنه يتخذ في حقه إجراءات ربما اللي كتمس قيمته في المجتمع، فبالتالي هذه مسألة من العيب أو من الفضيحة أو من المستحيل أنها تكون في المجتمع. ولكن إلى جانب ذلك كاين مجموعة من العادات ربما اللي فيها واحد النوع من التركيز على المرأة، ربما قد يكون فيها واحد نوع من الضغط على المرأة باش يمكن تكون في مستوى معين يليق بالعادات والتقاليد اللي كتنادي بأنه ربما السيدة تكون بوزن زائد أكثر، تعتني بنفسها بشكل أكبر إلى غير ذلك. أستاذة نعود متفقين بعد ما يمر ميسر هذا الحوار إن شاء الله اللي نتعلي الحسانية بعد. لا ضروري أنا متعلمة جواب الحسانية مين كيسر الحوار ما شديتي كلمة ولا كلمتين. مرحبا. قضية تشبث زاد المرأة بالتقاليد الصحراوية بالعاداتها، مش يعني هي ما مخيرة، هي فرض عليها. أنها أكبر دليل على أنك تشبري تبقنا ما شاء الله نساء رائدات ما شاء الله في مجال عملهم، ما شاء الله رائد أستاذة هائشة ما شاء الله كمثال. ولكن نعطيك هذا المثال، دائما الالتزام بالزي الصحراوي راه تطير تنزل تمشي للخارج تمشي في المنامشي ضروري الملحفة، ما يمكنش تحيدها، مستحيل مستحيل أن تحيدها. ونظيراتها مثلا نشوف من الدول الثانية كتجبري المرأة الصحراوية هي الوحيدة مثلا، والموريتانية مثلا هي اللي مازال متشبثة بالملحفة. كاين واحد العادة ثانية عندنا الحشمة، كاينين واحد الثوابت مثلا المرأة مثلا لعبت بيبي صغير ولدها قدام بوها، عيب عندنا عيب. هذه راه تتساوى فيها ربة البيت، تتساوى فيها الوزيرة، تتساوى فيها الطبيبة، هادو ثوابت عندنا ما يمكن يتجاوزوا. والله مثلا تكي قدام بوها نعسة قدام باباها كتفرج، والله عندنا عيب عيب. حشمة الأنساب مثلا عندنا حشمة مثلا الطفل الصغير مي قدام مثلا يدخن قدام بوه مثلا، والله يلبس شورت، والله ياسر 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 من الضوابط عندنا في مجتمعنا راه قد ما تطورنا قد ما قرينا قد ما نعرف مين الحل نلحق القمر يمكن، ولكن هاد الليلين انا با دي باسي ما يمكنش. كاين طبعا استثناءات ولكن قليلي، انا كنتكلم على الاغلبيه السائده. وشي مسائل ربما
ربما احنا بحدنا يمكن مازال كنديروها. ديك المره كنت نتناقش مع واحد ديك الساعه ايام الفاك وداك الشيء، كنقولوا حنا مثلا التلفاز خدامه مثلا في فيلم خدام، ويدخل مثلا الوالد، ميمكنش نتمنى تاكل بحال هكا ونتفرج، عيب عندك. ولو ان يعني كاين الحياء في العلاقات الاجتماعيه، والد متفتح، ولكن انا من نفسي ما غاديش نقدر. صافي كنجمع الكعدة، كنبدل القناة، كندير الأخبار، ولا كندير شي حاجة. لأن النقطة اللي أشرتي لها، ربما تكلمنا فيها في التليفون، بين مثلا كيقولوا فعلا أنا مجتمعكم فعلا سالك من العنف، انتم يمكن الوحيد اللي عندكم المرأة ما تعنف، ولكن المرأة احنا عندنا يمارس عليها واحد العنف نقولوا زاد معنوي. فاش كيتمثل انه مثلا معايير الجمال ضروري مثلا تعد وزن معين، هي اللي كتعد مرغوبه اكثر، عندها حظوظ في الزواج اكثر. المراه الضعيفه دائما هذه راه فيها شي مرض، كتعاني بشي حاجه، هذه ما غاديش نامنها على اولادي، ما غاديش تغذيهم مزيان مثلا. ربما يعني المبدا انك تسحب الوزن الزائد، ولكن هذه القضيه ما تلات صراحه، هي حتى نسبية. عاد تبارك الله لي سال دو سبور ما شاء الله، الله يروح بيك، مثال تبارك الله قدامك، يعني ضد الوزن الزائد، لا الأسرة لا المحيط، الحمد لله كامل ما عندك القضية ديال الفكرة ديالها. ولكن مجتمعنا قديما في البدو، أيام البدو، كانت عندهم هذا التفكير ديال أن الصورة النمطية ديال المرأة أنها خاصة عندها واحد الوزن معين، وكتمارس واحد العنف، خصوصا التجربة طفيلة صغيرة مفروض عليها واحد ريجيم معين، واحد 5 لتر مثلا ديال اللبن، ايماجين طفيلة صغيرة مفروض عليها انها تشرب واحد الكمية ولا تاكل واحد الكمية غصبا عنها. هذا شوي نقولوا عنه عنف معنوي. ولكن تفضلي استاذة. غادي نقاطع السيدة رباب غير باش نوضح واحد المسألة في ما يعني كنا احنا نسموه، كانوا يسموه الناس يبلحوا منتهم، واللي هي يعني هي السمنه. شفتي علاش كانت اصلا ممكن هذا غير بين قوسين، في بدايه يعني في السنوات الماضيه كانت حتى السن ديال الزواج ديال البنت راه كان ما كيتعج كان كيكون ما بين 9 و11 سنه، الى وصلت 14 سنه هذيك راهي عادة عانس. إذا هذه البنت اللي تعود عندها 9 سنوات إذا بقات هي على القامة ديالها الأصلية راه ما يمكن لهاش حتى تتزوج، حتى ذاك السيد اللي جايها 10 سنوات و11 سنة راه ما يمكنش. إذا هذه هي الطريقة اللي كانت عند الناس ذيك الساعة، يقوموا يبلحوا ذو الطفيلات اللي هما تي البنات، يبلحوهم على الأقل حتى ذاك الوزن الزائد مولاته غادي تبان أكبر من سنها. نعم، وهذه بطبيعة الحال كنأكدوا بأنها في القديم، لأنه راه ما كنتكلموش على اليوم، كنتكلموش على اليوم. كاينين استثناءات متجاوزة، كاينين استثناءات، كاينين شي مناطق. هو مقاييس الجمال ضرورية، حيت حنا المرأة غير توقف، غير هو ما كتزوجوا البنت من بعد 18 عام دابا. دابا كاع توصل حتى دابا كاع توصل تقدر حتى 34 سنة. ما تلاش داك التزويج قاصر، ما تلاش هذيك المساله ديال واحد لاج محدد اللي خاص هذه البنت تتزوج فيه. هذيك البنت حتى هي راهي عندها طفوله كتنحرم منها، كاين في واحد الوقت غادي تلحق واحد السن معين، ذيك المرحله اللي ما تخطاتها غادي ترجع لها، حيت ولات هي المسيره ديال راسها، ما تلاش قاد شي واحد يسيرها ولا تلقى حد يتحكم فيها، واحد النوع من الحكم، فهمتي؟ اما بالنسبه للتعنيف، لا باش نرجع لكم للمساله ديال التعنيف، احنا بعد كاع الرجاله ما يقدروا يعنفوا عيالاتنا. علاش؟ شوفي احنا المراه عندنا كتكون خدامه في مكتبها، كترجع من الشغل، وحنا اصلا قابضين الشريعه الاسلاميه، شي من العيالات اللي مازال قابض بها تقدر تمشي مع الصباح، يمكن دير ان نيكرون تمشي للبيرو ديالها، مي منين ترجع لدارها كتقاد وجهها لزوجها، هي اللي جايه اللي غادي يجي يدخل من موراها، هي
هذه الزوجة غادي يلقاها جات من الخدمة، غداها واجد أو لعشاها حاطة ماعينة تاي، وحنا ماعينة تاي عندنا ماشي كيف ماعينة تاي، ما كنجيبوش البراد نحنا من الكوزة، حنا كنطرحو، حنا عندنا سيريموني دو تاي، عندنا سيريموني دو تاي يعني الطبلة، العماير، كاين الفاخر، وهذاك الفاخر منين يجي هذا السيد داخل بحال الا كان شي واحد معروض مفرشال، واخا يكونوا كاين الفراش وكل شيء، مي كتفرش له هو مانطه خاصه به باش يجلس بينا، حنايا ضروري من نتمرفقوا يجي، حتى واذا كانت هاد السيده باغيه تطلب منه شي مسائل ما تجيش غير مع الدخله اره وخاص، لا تجلس تطلق له بخور تسيلو ويشرب الكاس الاول، دير له مغناطيس ضرب الكعب الاستراتيجية النسائية التي لا تقاوم من بعد من هذا تقول له حتى وفي الطلب، حتى وفي الطلب هذا بالنسبة لخوها وبالنسبة لبوها وبالنسبة لزوجها، لا تقول له الله يطول لي عمرك أنا راني خليك لي راني ندور هذه وبغيت هذه وندور هذه، ما كانش اللي غادي يقول لا وكيفاش غادي يعنفها هذه السيدة اللي كيجي هذا السيد راسه حامي من الخدمة مع الباب، تسرد له جريدة من المتطلبات باش بغيتيه يقابلها. نعم هو أصلا حتى من الجانب الديني، علاش عند هذاك التقديس غير فقط لأن عليه الصلاة والسلام دائما يستوصي بالنساء، دائما يعني قضيتها دينية، وعندما لي راجل عنف حد أضعف منه ما هو راجل، كيمرق الجماعة، أنت تستقوى على السقوى على اللي قدك، على اللي عنده عضلات كيفك، أنا كتستقوى بشخص أضعف منك فيزيائيا، أضعف منك فيزيائيا بعد كرر هذيك شوية ما هي مروة نقول زاد ما هي رجولة عين، وعقابه شنو هو يعلموا به طبعا عقابه أنه يمرق الجماعة مثل ينحقر إيزولي كينعزل عن الجماعة كعقاب له، لأنه عيب 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 الفديد على مرأة يصبحوا حتى يتورخوا، يصبحوا حتى يتورخوا بالنهار اللي فلان ضرب فلان أكيد يصبح كي ربما كي تعير بها كيف ما نقول، وماشي كي تعير هو غادي يتعير، وغادي هو يجيب المعيار العائلة كاملة صحيح قبيلة كاملة. نرجع عندك لاله عائشة في هذه المسألة ديال العادات والتقاليد، ربما كاين أمور اللي كتميز الجلسة النسائية أو اللي كتميز يعني المجتمع الصحراوي، مي كنتكلموا على أنه كاين أمور من الأساسيات، مثلا نسيو يعني عندها عادات وتقاليد، لباس أحبابنا في الصحراء يعني استثناء مثلا ضروري من الملحفة كيف ما قلنا، هذه مسألة لا نقاش فيها، الصباح زدت تقربت أكثر من بعض المعلومات، مثلا غازو النيلة، المنقشة، الخلالات الرجلين، يعني شي أمور اللي زوينة بزاف صراحة اللي تعرفت عليها في الثقافة الصباح. ايضا حتى يعني مبدا ديال المائده الصحراويه، المطبخ الصحراوي، هاد الامور جميل انه نتعرفوا عليها اكثر، قربنا من الصوره اكثر لاله عائشه، شجعينا اكثر على انه نجيو ناكلوا المارو ونزرقوا نزرقوا ما هي نزرقوا نزرقوا كنعتذر نزرقوا حق. شوفي بالنسبه لنا نحنا هون في الصحراء الناس اصلا معروفه بثقافتها في ما يسمى بفن الطبخ، فن الطبخ خاص بينا احنا، اول شيء ممكن الطبق اللي هو رئيسي واللي الناس ما يمكن لها تتخطاه نهائيا، وتقدر تجبري الناس تديره حتى 3 مرات 4 مرات في الاسبوع وما يطلع في راسها، كيف قلتي انت مارو، ولكن باش نفهموا للناس اللي تصنتوا لنا مارو هو الروز، مارو واللحم، وحنا نقولوا مارو بلخ، هذا هو الاصلي ديالنا احنا اهل الصحراء، اللحم فقط ويجي عليه الماء، اللي بغى يدير الملح يدير الملح، ما هو باغي يدير الملح ما يدير الملح، لان بالعاده الناس احنا عندنا هنايا ما كياكلوش الملح بزاف، ومن بعد منه هذاك الماء ديال المرق ديال اللحم هو اللي يجي عليه الروز واللي هو مارو، هو اللي يجي عليه ويطيب فيه ومن بعد ينطرح، غير منين ينحط هذاك الطبق، حتى النساء ممكن ماشي تشكروا لك
فقط مجاملة، لا خاص يعود حتى ذاك مارون قولوا مسرسر، يعني منين تهزيه كل حبة وحدها ما هو ملاصق فرتي. هذا أولا. عندنا ثانيا كسكس. وكسكس نحن كسكسنا عندنا كسكس خاص، لأنه حتى دا بعت مستجدات في كسكس، ولا كاين ثلاثي وكاين خماسي من غير أصلا كسكس. كان عندنا العيالات منين كانوا كيفتلوه يتغيوه، يتغيوه شنهي يتغيوه يزيدوه التغية. التغية هذه واحد الصدرة، الصدرة اللي هي شجرة اللي كتكون اللهنة في يعني في السحاري البعيدة، وما يعني ما كتنبتش غير في قريب ولا شي حاجة. هذه ورق اللي هو كيحيدوه من هذيك الصدرة ويندق ويغربل ويندار مع هذا الكسكس. حتى بالنسبة للناس اللي يكون عندهم، احنا حتى الأكل عندنا صحي جدا، لأنه هذه التغية هي أصلا من الصدر أو لزاد الشجر اللي هو كان للتداوي الناس اللي عندهم مشكل ديال المعدة. فهمتي؟ عندنا مسائل أتاي اللي تكلمتي عنها، أتاي حتى هو كان أتاي، ولكن لا بد لك من يعود معاه العلك، العلك اللي هو يسمى باللغة العربية الصمغ العربي، واللي نعرفه المكونات دياله ونعرفه حتى صحيا أشنو كيدير الصمغ العربي للإنسان منين كيشربه، ما كيخليش تكيسات دياول العروق، كيهضم، التسممات، هالشي كامل. خالق شي ثاني قال له الكندرة من غير تاي، والكندرة هذه هي الشاي الأسود، واللي ولكن هذا كيكون عندنا في الزمن ديال البرد، ويندار دائما في الليل، وكتكون مجتمعة عليه العائلة كاملة، يندار هذاك البراد وعلى الفاخر، ما نتيوش على البوطة، ما نتيوش مع أنه الناس اللي هما يليجن الفاخر عادوا شوي ما تلات عندهم ذاك اتساع الصدر باش يتيلك على ذاك الفاخر، لا عاد كل شيء داير البوطة أو للريشو. ولكن هذا ما يمنع على أن العائلة تعود كاملة دايرة على ذيك في ذيك الجلسة اللي هي على ذيك الطبلة، سواء كانت أتاي، سواء كانت كندرة، سواء كانت فهمتي. هذه الكندرة نحن نديرو أتاي الأسود ونزيدوا عليه الزعتر ونزيدوا عليه الكمون الرق، احنا نقولوا له كمون الرق وانتم تقولوا له كمون الصوفي. ايه نديروه يطيب، ومن بعد منين نقلعوه نزيدوا عليه هذاك الصمغ العربي، حجره من حجيرات، حيت هو كيكون الصمغ العربي كيكون حجيرات، كنزيدوه ونتيو. هذا في حد ذاته كامل مشروب ساخن، مشروب صحي، مشروب حتى للتداوي. فهمتي؟ يعني حتى إلا جينا نشوفوا لاغ كولينير اللي تابعنا نحنا، أنا دائما منين كنكون نتكلم عن شي كامل يخصنا راني كنتكلم به، نتكلم عنه بعفوية وبحب، لأنني دائما كنقول هذا هو أزين ما كاين في الدنيا. فهمتي؟ وإحنا تجبرين الناس يمشوا يسافروا يقعدوا في الفنادق خمسة نجوم وأربع نجوم وكل شيء، ولكن دائما يجلس وراهي الرباب لا تقولها لك وتقولها لك حتى مدام مريم، نمشوا لين نمشوا الشوكة والسكين احنا ما نبغوا نتعاملوا بهم. احنا دائما منين نمشوا لنهارنا راجعين من السفر كنقولوا للي في الدار له يستقبلنا، نقولوا له عدلوا لنا غير مارو واللحم، ما بغينا شيء ثاني. صحيح. وما بغيت فتاي عزيز كانت في الأرض. حاجة. والبليزة فيها معينتي ضروري. هذه اللي كنت بغيت نشير لها، لأنه عندي أصدقاء صحراويين هذه المسألة ديال الأتاي، وخا يكون في المبنى خاصو يدير أتاي ديالو، خاصو يتيب أتاي ديالو. ضروري. غير إضافة فقط لتفكر ما شاء الله المداخلة ديال الأستاذة عائشة. هو لا غاستخونومي ديالهم ديال الصحراء الطابع ديالها الاساسي هي انها بيو، ما داخل فيها حتى شي اضافات لا اسمده كيماويه لا تعرفي ديك الهرمونات باش كتكبر المسله مثلا ما طيش كيزيدوا فيها، والله الغاستخونومي ديالهم طبيعيه تماما، والمكونات ديالهم يعني رابية، يعني ما فيها حتى شي اضافه. هذا هو اللي كيميزهم، كتجبريها صحيه ما غاديش تاثر عليك، ما غاديش تمرضك، ما غادي دير لك
لا حتى شي حساسيه لا والو، وصحيه طبعا وفيها الفوائد ديالها كامله. بالاضافه اننا الاغلبيه يعني اذا كان عنده خارجين البلديه مثلا كيطيبوا على الفاخر على الحطب، يعني حتى هذاك البنه ديال الحطب ماشي بحال بنه البوطه او بنه الساعه، هذا الشيء اللي كيميز لا كولينير فقط. نعم، غادي نرجع عندك مره اخرى رباب، وحنا كنتكلموا بطبيعه الحال على العادات وعلى التقاليد، ما غتفوتش الفرصه ان نتكلموا على الاهتمام المراه الصحراويه بنفسها وبجمالها. اكيد انه كثير من الاسئله كتطرد الجانب هذا، معروفه المراه الصحراويه بالخلطات، بالعادات اللي هي استثنائيه في العنايه بالجمال ديالها، باعتمادها بطبيعه الحال على لباس معين، على شكل معين. قربينا اكثر من هاد الوصفات. على شي حال بزاف الناس صيفطوا لي ميساجات كيقولوا لي سكينه سولي لنا الوصفات اللي كيديروا الصحراويات للجمال ديالهم، لزياده الوزن الى غير ذلك. قبل اليوم نتكلموا بصفه عامه. كل شيء الديبلاصه ديما نفس، جيبينا معك جيبينا. الحاجه المميزه هم هو ان كل شيء المسائل المستعمله كيف ما ذكرت قبل عندهم بي طبيعي، يعني ما دخل فيها حتى شيء اضافات، ما دخل فيها حتى شيء كيماويات ما والو. يعني ابرز مثال كاينه ماده النيله، النيله اللي هي فيها فوائد عظيمه جدا جدا، ولكن طبعا النيله الحره اللي كتكون جايه منهم كتعود اصلها منهم، هذيك ديما كيوعد مخلط فيها والو، هذيك يعني غير يعني طب في جوجل راه كتجبد لك فوائد خياليه واستعمالات رهيبه، ونتائجهم اللي زوين انهم فوريين، ما غاديش تحتاجي واحد المده طويله ديال كاين اباغ المستحضرات ولا الماسكات كيف قلت كوين انه اصلا التغذيه الصحيه، يعني دايركتومون غادي تعكس على البشره، هي جسم الانسان كيدخل له كل شيء مثلا طبيعي خالي من اضافات، خالي من المواد الحافظه، يعني لوجيكمون راه غادي يبان في الوجه في صحه الانسان، يعني اباغ تجميل او مستحضرات او كاين ملي عندنا واحد لافونتاج هون ان حتى الجو زوين، ماشي مثلا بحال المدن الوسط ولا داك التلوث السيارات والدخان وكذا، هون بعد الحمد لله المناخ كيساعد على داك النقاوة. اغلبيه الاسر هون عندهم امتداد، كلشي عندهم بديات ديالهم، ما عرفتش كيفاش القراير ما عرفتش كيفاش نشرحها لك. القرارة هي واحد قطعة أرضية كتكون مزروعة خضراء وفيها بناية ديال أهلنا اللي هم ماليها، ولكن كتكون خارجة عن المدار الحضاري. ولا بغيتي هي مينياتور ديال فيرما، ولكن هي مينياتور. يعني كل واحد عنده دويرة ديالو في البادية اللي بالأسر عندهم في البديه. يعني كاين ارتباط كبير رغم التطور، رغم مجموعه من الامور، كاين ارتباط كبير بالارض والبديه وكل ما فيها. شي فاتات كتمشي غير كتبرد راسها، كطفي تليفونها، كدير واحد الروتين ماسكات مع داك الجو المساعد، مع كلشي المواد اللي غادي تستعملها كاملين طبيعيين، حداها البل الغنم، حداها البلبل، حداها العلك تجبدو غير من واحد الشجر ديال الطلع كيكون كاين بتغى في الصحراء، كلشي حداها، زوكين الزعتر حداها، التوا مزروع حداها، يعني كلشي طبيعي، المستحضرات كامل اللي تستعمل طبيعيه، زائد واحد الفالور اجوتي انه شويه الحياه خاليه من داك ستريس، مثلا بحال مثلا في وسط المملكه او مثلا مدن الشمال، وهون شويه الحياه الحمد لله كنقول دائما الحمد لله ستريس ديال داك الخدمه وداك سريع ديال الحياه تماما، هذا هو اللي كنت كنقول لها داك النمط السريع تماما. ياك ولا كلشي الحمد لله ما شاء الله خدام، ولكن قاضينها ايزي، دير كتحضري ساعاتك، كتحضري اوقاتك وكلشي، ولكن راه خفينها على راسنا زاد رخاها الله
بالله ديال ما يمكنش ما تي... من قولي ما يمكنش ما نشربوش كذا تيبقى عيدته في في النهار ديال رخينا على روسنا رخينا عندنا الرزاق والله ونعم بالله شي تي رزقك راه يجيك يجيك كاتب عليك مولانا انا شي راه يجيك يجيك وراخفينها من هاد الناحيه راخفين ربما كنقول انها هي اللي واحد زاد افونتاج واش بحكم التوزيع الجغرافي ولا ماني عارفه المهم الحمد لله هاد الافونتاج عندنا حمدي مولانا الله الله يدوم علينا امين اللهم السبب اللي جا الشباب اللي جا ذاك النهار ضحكوني قالوا لي على قضيه عيان بكري احنا شويه عندنا القضيه ديال احنا مدينه ليليه احنا ليليين اكثريه اوقاتنا نشاطاتنا اجتماعاتنا في الليل الثاني باش قليل يجيك الصبح هون تقريبا متى تبدا الحياه الى في الادارات اذا عندك شي ورقه بغيتي ديريها حتى 10 انا كتجي 8 تجي شي اداره ما تلقى حد قليل ولكن ما عرفتش واش مخلفات الاستعمار لان قالوا لي حتى الظاهره كاينه حتى في الشمال ما عرفتش التفسير ديالها بالضبط ولكن ربما قلت انا منطقه انه منطقه اللي كتكون فيها مثلا الحياه والايقاع سريع بحال الدار البيضاء بحال الرباط بحال هذه يعني مدن اللي ربما فيها الحياه الايقاع ديالها سريع الناس كتفيق بكري قالوا لي انا قالوا لي المعلومه ديال مدن الشمال حتى هما مدينه ليليه وما كيوعاوش بكري قلت انا ربما يمكن الاستعمار الاسباني خلاب هذه البصمه ولكن ولكن شيء جميل يعني مستفادين منه تجميليا والله ينعم علينا ان شاء الله الهدوء والامن والاستقرار الحمد لله يعم على باقي المملكه ان شاء الله اللهم امين يا رب انا غادي نتجه عند العائشه للعائشه نبغيوها تكلم لينا شي شويه على الملحفه وكيفاش كتلبس الملحفه وشنو هو لما كنتكلموا على الملحفه يعني حسب ما قالوا لي مساله مقدسه غير قابله للنقاش يعني كيسالي الكلام قدامها ايه طبعا شوفي هو خالقه كاع كلمه قط قالها رحمه الله عليه الحسن الثاني رحمه الله كان قال هذا في خطاب ديالو المحافظة على الزي التقليدي والتراث التقليدي يعني هذه مقدسات لا نقاش فيها ومن بعد منها كيجي على أننا نحنا أصلا الناس ديال هنا ديال الصحراء قاع شفتي إحنا قاع فخرة عندنا أصلا فخرة عندنا نخرجوا لابسين ملاحفنا لأنك تقدي تلقاي المرأة مسافرة تنزل من الطيارة تطلع في التران ولا تطلع في البيس ولا تمشي صايقة ولكن لابسة ملحفتها ما يمكنلاش تخلى عنها هذه قاع أولا ثانيا احنا من مقدساتنا على أنه ملحفتنا قاع ما يقدي يغيرها شو لا يقدي بلا شيء بحالها بحال الجلابة الناس الأولين كانت الجلابية المرأة ما يمكنش تخرج بلا جلابية كاين ولا ما كايناش كاين كانت الجلابة وكان هذاك هذاك اللي بحال هاك خمار ما عادش يقولوا له النقاب 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 سمعتي اذا ما كانوش كيحيدوه كانت كانت حتى المراه في شمال المملكه معروفه بتقديسها لذيك الجلابيه وذاك النقاب ولكن بيان سور التطورات ديال الوقت الكبر ديال المدن ونعرفوا على انه عنده دي زافونتاج وعنده دي زانكونفينيون فهمتي مي غير نحنا ولو التطورات التكنولوجيه ولا التطورات على 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 مجال زعما لا بيمو على في اي المجالات ولكن كل شيء يبقى على جهه والملحفه ما يقد حد يقلعها ولا يقد عرفتي علاش لانه اصلا احنا بالنسبه لنا حتى السيده منين توصل واحد السن معين واللي هو يا نقولوا احنا تصوم خاصه تغطي راسها يعني منين كتصوم يعني لاج دو بوبرتي منين كتوصل لهذاك لاج خاصها هي تلبس ملحفتها الا ما لبستش ملحفتها راهي الناس تقول لك هاي الطفله مجنونه والله ما يجابر حد ينعت لها شي صالح وهي من نفسها منين كتوصل ان سيغتان ناج غادي تخرج غادي تلقى صحاباتها كاملات لابسات ملاحفهم اذا هي ما يمكنلاش تبقى لابسه من بينهم لباس اخرى من غير الملحفه كترجع للدار وكتلبس الراسه بلا ما يفرض عليها حد تقول لك صافي انا لبست الملاحف
فهمتي هو قرار كيتخاد وصلت لواحد السن اللي غلبس فيه البلاد كي كتاخذوا. شوف في هذاك القرار كاينين جوج، كاين قرار اللي كتاخذوا البنت مجبره من باها ولا من امها، وكاين اللي كتاخذوا هي يا بغات. شافت صحاباتها كاملة تلبسوا الملاحف قالت على أنها اللي تلبس الملاحف، ولكن طو وطاغ هذيك الملحفة غادي تلتبس. ماشي زعما تقد البنت تتخطى مثلا تقدر، ها ما كاينين البنات كتقرا في لافاك ياك، لا هي تمشي مسافرة، منين تمشي مسافرة للجامعة لا تقرا ولكن لا تلبس لباسها عادي اللي كيلبسوا البنات بحالها في الداخل ياك، يعني في شمال المملكة. ولكن نهارها جاية للعيون والله جاية لبوجدور والله جاية للسمارة والله جاية لطرفاية، لا هي تقبض وتجي لابسة ملحفتها. حتى وإن لبستها جات في الطيارة مثلا إلى العيون، عند مع تدخل الباب مباشرة تجي لابسة ملحفة، سينو غادي تجي خارجة من مسكنها مثلا في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في أكادير، يعني في المكان اللي هي تدرس فيه، تجي مارقة لابسة ملحفتها باش تجي طالعة في الطائرة وتعود جاية لها لابسة ملحفتها، لأن ما يمكنلاش ما تجيش مغطية راسها. فهمتي؟ وهذا في حد ذاته هو احترام نفسها واحترام للناس واحترام للعادات واحترام لهذو الكهول اللي عندنا هون واحترام لياسر منها. فهمتي؟ تعطي وقار الراسة. أنا بالنسبة لي الملحفة وقار للمرأة. فهمتي؟ وكلها انا ماشي هذا رايي انا خاص بيا، كاين اللي يمكن يرفضوا ما عنديش مشكله، مي غير هو بالنسبه لي انا غير قابل للنقاش. فهمتي؟ انا ما ناقشو حيت انا كنعرف على انها ملحفتي وقار بالنسبه لي، ملحفتي هويه، ملحفتي ستانكاشي غير قابل للكلام وما نبدلو بشي ثاني. الله يعطيك الصحة. لا لا عائشة، مع أنني كتعجبني التكشيطة، مع أنني كتعجبني الجلابة، يعجبني القفطان، نقدر نخيط تكشيطة نلبسها الراسي في الدار، نقدر نخيط جلابة نلبسها الراسي في الدار، منين نعود خارجة نلبس ملحفتي. نعم، وربما يعني في الأعراس واش كتكون الملحفة هي اللي بس كاين اختلاف في نوعية ثوب الملحفة، حيت حنا الملحفة عندنا راه الفاغي من 100 درهم إلين تلحقي 5000 درهم. 5000 درهم طبعا الملاحف اللي هما يا البيور سيلك اللي هما يا الساتان دو سوا اللي هما يا هذو ديال الحضور الكبير. كاين الملحفة ديال 1000 درهم واللي هي يا ملاحف كنيبة ولا مفتيلة، هذو الملاحف العمليات اللي كنمشوا بهم للخدمه. كاين الملاحف اللي كيسواو 600 700 حتى هما فيهم النسيج وفيهم 600 درهم 700 درهم، يعني النسيج ونوع من مفتيله. كاين الملحفه اللي كتسوى 250 درهم وكاين الملحفه اللي كتسوى 100 درهم. فهمتي؟ ديال الدار، ديال تخرجي تقداي بها تمشي ديري بها المارشي تمشي ديري بها لي كورس ديالك، وكاين ملحفه اللي تمشي بها للشغله يعني الخدمه، وكاين ملحفه اللي تمشي بها للحضور. نعم نعم. رباب رم ما عندك شي تعليق قبل ما نطرح سؤال اخر على عائشه؟ هي هذه القضيه ديال الاختلاف ديال الملحفه. كاين انواع، كل ملحفه عندها الاسم ديالها، وطبعا واحد النوع ممكن تحضري به مثلا ملحفه ديال مثلا 100 درهم ممكن تحضري بها مثلا مناسبه، ولا يعني كل ملحفه عندها التخصص ديالها، هذه ديال الخدمه، هذه ديال الحضور، هذه ديال الصخره، هذه ديال مثلا لافاك ولا قرايه ولا والله. بغيت غير نشر فقط كاين مثلا شي مهن، مثلا الملحفه كتكون معيقه. مثلا نقول انا مثلا كمثال العمل الصحفي، مثلا ملي كنمشي للبيران الميكرو والكاميرا وكنديرونجا، فعلا كنديرونجا، كطيح لي على راسي مثلا كيقعد وفد الوزاري كيقعد شي تدشين ولا ايامات المسيره، فعلا كنترول، ولكن مستحيل نحضر بلا بها. هذه راه هويتي انا، انا انصب نفسي سفيره لهاد الملحفه، وخاصني نجيب ابهى حله، ما غاديش نجيب شي ملحفه عاديه لواحد الندوه ولا لقاء ولا انا الملحفه تمثلني وانا امثل الملحفه. هادشي اللي كنقول، انا سفيره لها
كمثال مثلا اذا مشيت للداخل ولا اذا مشيت على برا نفس الشيء كتعطيك ديك التميز، كنت ثائر الانتباه، هذه برانيه، هذه لبسها في الشكل، هذه منين جايه، من موريتانيا، هذه من ايران، لانه كينشابوا مثلا واغلبيتهم على فكره كيجيو نوعيه كتجي من دبي، كاين اللي كيجي من الهند، كيعود مكتوب كتعود لا مارك مكتوبه هون على فكره، انا باش نشرح لك تسميه الملفه كتعود مكتوبه هون في الطرف الثاني. هذه مثلا ديانا، هذه لابسه انا ديانا تسميه مكتوبه هون، وكتشوفي المهاره كتشوفي شي واحد يلاه يلبسها كيقلبها كيدير هاد التسميه كيديرها هون مثلا، كتعرفيهم انا مو متمرس. هذه مثلا كتلتبس لواحد الحضور معين مثلا، يمكن نمشي بها للصخر مثلا او للمارش، عندها خصوصيه، عندها حضورها. كيف قلت لك على انها ماشي عمليه، مثلا في أيامة السحاب الأقليمي هي متخصصة مثلا بالخصوصية، لأن يعني نحن منطقة صحراوية، إذا كتكون الحرارة شوي مرتفعة قليل، جو بارد، كيقولك علاش نتوما ما عندكمش شي ملحفة تعود غليظة بحال مثلا ثوب المانطا أو شي، ولكن لا كلبسو تحتها البودي، كدافا كديري فوقها الشال تلبسي. ودابا كاع مع التطور كاين الشباب كيلبسوا معها سبادري، كيلبسوا معها السروال تحتها، انا كتلبس كدير مع الكرطابل، يعني كاين واحد التطور، يعني تقدر تلبس حوايجك عادي ولكن الملحفه ضروري كديرها من فوق اللباس ديالك. مثلا حتى الفنانات سعيده شرف مثلا هي دخلت تحديثات، كل مره كدير شي شكل كترجع على اللور، طارت نزلت الملحفه ما تحيدش يعني ما كاين. الا خرجت مؤخرا واحد السيده في موريتانيا دارت دخلت لها نقوش ودارت الطرف ديالها خيوط، خلاص كانها ما لقاتش نجاح هاد المبادره ديالها، ما عرفتش علاش، ولكن غالبا الناس كتفضل الملحفه. احنا كنعرفوا ديري تحديثات في الالوان في الشكل هاد الرسومات اللي فيه، ولكن ما تمسيش الملح. هادشي اللي كنقول، هادشي اللي يمكن المشروع ديالي علاش ما نجحش، ما تمشاش، هادشي اللي كنقول. نعم. الا سمحتوا لي مابقاش معنا وقت كثير، وانا غادي نرجع مره اخرى عند العائشه. لعائشة تكلمي لنا شي شويه على العادات والتقاليد في الزواج ديال 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 المراه الصحراويه، وايضا ما بعد الزواج، لانه حسب ما يتدارك كاين عادات معينه اللي كتنظم العلاقه الزوجيه. نهار كيجي هاد السيد يتقدم للمراه الصحراويه، العادات كيفاش كتكون، التقاليد كيفاش كتكون، وايضا في حاله اذا ما هاد يعني الفتاه ما تفهمتش هي وهاد الزوج، ما تيسرتش الامور، كان خاصها ترجع مره اخرى للمنزل ديالها، ربما كتكون اكثر رفعه واكثر قيمه عند اهلها من بعد الطلاق ديالها، وحتى وان كانت ايضا يعني ارمله كيكون عندها واحد الرفعه وكيكون عندها واحد التقدير اكثر عند الاهل ديالها وعند العائله ديالها. قربينا اكثر من هذا الجانب. شوفي كاين واحد الخلط عند الناس، واللي دائما السؤال المطروح دائما كيقول لك انتوما عندكم في الجنوب المراه المطلقه زعما عندها بلوس دو شانس كو المراه اللي مازال ما تزوجت. شوفي احنا المراه كامله بصفه عامه تعود تزوجت، تعود متزوجه، تعود مطلقه، تعود باقا بنت، عرفتي هيام، عرفتي هيام الى بدا فيهم هيام ديال السلطان سليمان غادي تبقى دائما قيمتها من قيمه هيام السلطانه هيام كيف ما بغات تكون. شوفي نهارها متزوجه، حنا المزيان هنايا في المناطق الجنوبيه على انه شوفي الراجل منين يعود جاي المراه باغيها فعلا تقول له انا الا عدت جايني ممكن تجيني بطريقه حلال واوضح، يعني الوضوح تجي قدام الناس. هذا الرجل نهارو اللي ماشي باش حنا نعرفو، باش حتى الناس في الشمال المملكه تعرف حتى العرس عندنا حنا كيفاش كيكون، لانني انا كنعرف العادات في الشمال المملكه كيكون تقاسم مادي ما بين اهل العروس واهل العريس، وانتم جيبوا بحال مثلا عدد معين من الناس اللي جايين معاكم وحنا جايبين عدد معين. احنا على حسب
على حسب على حسب التفاهم وعلى حسب طبيعه العلاقه، ماشي دائما كيكون هذا هو المبدا. ما عندناش هذا الشيء، حنا ما عندناش هذا الشيء، حنا عندنا نهار وهو جاي، هو جاي بصداق ديالو، جايين عائلته، جاي دفوع، هذاك الدفوع الناس اصلا موجده، وحنا تعرفي عنا على انه الدفوع وصداق عندنا يجوا فيه النحاير، النحاير اللي هما الجمال. الناس اصلا غادي تكون متلقيه للناس اللي جايينها او لا نقولوا انسابها، فهمتي؟ لان عائله العروس باغيه تكبر منتها قدام انسابها، يعني خاصها تتلقى لهم كيف نقولوا في ابها حله، يعني من مأكل ومشرب، وهذا ما يعني العريس. وحتى ذاك اللي جاي كامل مع أهل العريس في الدفوع يعملوا يعود 100 200 300، احنا ما نقولوا جيبوا لا 10 لـ 20 لـ 50، اللي بغى يجي مرحبا وسهلا. هما الخيام والخزاين خاصهم غير اللي عمرهم، فهمتي؟ ولكن احنا العرس عندنا ثلاث مراحل. كاين هذاك النهار الأول واللي هو كيجيبوا فيه أهل العريس لأهل العروس أصداق أو له هو الدفوع. كاين النهار الثاني تصبح الصباحية ديال العرسان. النهار الثالث يعود رحيل العروس، ولكن كيكون ماشيين قبل منه، لأنه النهار الأول جاو كيف نقولوا بالعامية لي كادو اللي جاو من أهل العريس لأهل العروس، ولكن النهار الثالث خالق شي ينقال له الفسخة، واللي هي لي كادو اللي يمشوا من أهل العروسة لأهل العريس. هذو حدهم على جانب، هذو على جانب، ومعاهم رحيلها، هي رحيلها اللي ماشي له يتفرش به دارها، ما هي محتاجته هو لا يجيب لها، لا يقول لها جيبي تلفازة، لا يجيبها هي أصلا الرحيل، لأنك يكونوا قاعدين عيالات يشوفوا باش رحلة من تهل فلان ماشية جاي سهل فلان، رحيلها يقول لك زين والله يقول لك رحيلها ما هو نافع. الفسخة كذلك منين نعودوا ممشينها، ما كيمشوش معاها الناس مثلا من أهل العروس والله هذا، لا كاينين الناس عندنا اللي هم اللي كيصيفطوا مع هذا مع هذه الفسخة. هذو الناس كيكونوا طماع، فهمتي؟ ولكن احنا ماشي جايين هما طامعين فينا، احنا كنصيفطوهم بينا نبغوا نكبروهم. هاد الناس منين كنصيفطوهم مع ديك الفسخة، اهل العريس منين يبغوا يخرجوا من عندهم دوك الناس كيجوهم كيقولوا لهم هذو الفسخة صيفطوها لكم اهل فلان، اهل فلان اللي هما اهل العروس، ياك فاش كيبغوا يخرجوا هذوك الناس، ما يخرجوا لين بعدا يحسنوا عليهم، يعني غدوهم اهل العريس وكل شيء. ومنين يبغوا يمشوا هذوك العيالات كيصيفطوهم بشي من ذاك الشي اللي جايهم ويزيدوا عليه هما من عندهم، فهمتي؟ منين يبغوا يصيفطوهم راه يعني ممكن تتخيلي اي شيء، ممكن تتخيلي التراكة يعني الزرابة، ممكن تتخيلي المانط، ممكن تتخيلي ليكوفرلي، ممكن تتخيلي حتى إذا كانت شي ماشينة لافي كانت كاينة عندهم والله شي يقدروا يصيفطوهم بها، يقدروا يديروا لهم حتى بيجوا مثلا تقليديين وملاحف وبزاف ديال الحوايج، فاهمه؟ لان الفسخه كيمشي فيها بزاف ديال المسائل اللي حتى اهل العريس، حيت حنا العرس عندنا ماشي كي يكون غير على اهل العروس واهل العريس، لا حتى الاحباب يقولوا لك جاوا مصيفطيننا اهل العريس من الفسخه اللي جاتهم، يعني كادو من الفسخة اللي جاتهم. وهذه عادات عندنا احنا وتقاليد اللي ما كتحيد، شين قال له أصدق وشين قال له الفسخة، هذا ما كيتحيد، لأنه حتى في العرس عندنا كيتكون دائما، احنا دائما عندنا أصلا كنعيشوا دائما هنا مازال عندنا تكافل اجتماعي، وهذا التكافل الاجتماعي ماشي كيدخل غير فقط منين كيكون واحد السيد ما عندوش حد انك تقومي ماشيه تساعديه او لا تعطيه ذاك اللي خاصه، لا حتى منين يعود عندنا عرس شوفي العيالات الاحباب كل شيء كيجي، كل واحد شنو جايب، لان الفسخه يقدر يمشوا فيها من اللي كانت تتكلم عنه واللي سولتيها عنه اللي كانت سولتي عنه الرباب، خالقين معجون يعدل طبيعي من القرنفل، وهو شبيه بكريم
ولكن هو يعدل من مواد طبيعيه اللي يعني القرعه الواحده راه ممكن توصل حتى ل 300 درهم 400 درهم، وكاين اللي كتوصل حتى توصل عليك حتى ل 600 درهم. يعني شوفي انت منين كتصيفطي منه مثلا، منين كتصيفطي منه 30 قرعه، كتصيفطي منه 30 قرعه كحله لان كيكون فيها القرنفل، وكاينه 30 قرعه كتصيفطيها بيضه كيكون كيسوى 250 درهم حتى ل 300 درهم. يعني الا صيفطتي منه غير 10 20 وحده شوفي عاوتاني شحال غادي ت. وهذا الشيء كامل كيفرق، ما كيبقاش عند عائله ديال العريس. الفسخه ما كتبقى عند، تقسم، نقولوا حنا تقسم، قسموها. وحتى واذا جات لشي عائله وما قسمتها كتبقى فضيحه، يقول لك الخير اهل فلان جاتهم الفسخه غير ما شافها حد. نعم. والعرس في حد ذاته كتكون فيه واحد لامبيونس، واحد لانيماسيون اللي هي كامله داخله فيها العادات والتقاليد، حيت حنا العروس عندنا ما كيبانوا جهه. العروس عندنا كاين من العائلات والقبائل اللي ممكن تروح منتها في الخزانه، ما كاين اللي كترفض على ان منتها تدخل الخزانه في المروح. يعني العروس دائما كيبقى وجهها مغمبر الى النهار السادس ولا السابع، عاد ممكن تكشح عن وجهها وحتى يكون في حياء، لان حتى الناس الى جاوا باش يشوفوها خاصه تعود دائما هابطه عينيها، ماشي تكون جالسه كتشوف بنادم وتكلم وتضحك بقهقه، لا راه يقدر يدوز 10 ايام و12 يوم وهي مازال ما تضحكش بالقهقه، تضحك بشوي لا الابتسامه. الناس ما توكلش معاهم، خاصه تمشي توكل في بيت وحدها ويكونوا معاها صحاباتها، ما توكل وهي قاعده مع العلايات. نسيبتها اللي هي ام زوجها من بعد الزواج خاصه تعرف على انها في كل عيد تكبرها، يعني كل عيد تكبر هذيك السيده. اما الا جات داخله عليها لدارها فرض عليها من تبخرها وتمسكها، ومنين تعود خارجه تعود مصيفطتها بهديه، ومشي هديه واحده، يعني تعود هدايا فيها ملاحف، فيها مسك، ومسك سينية ماشي مسك عادي، فيها الأمساك اللي ديالنا نحنايا التقليدية. تقدر تتعدل أي شي حاجة وتمشي، والله وخاصها فرض عليها منين تجي داخل عليها نسيبتها تذبح لها وتعدل لها غدا وتعيط لحد يجي يتغدى معاها، فهمتي؟ يعني كاين واحد الروح ديال العائلة اللي باش تبقى هذا. ولو يكونوا خصومات ولا شي حاجه ما عمرك ما تسمعيها، لان فضيحه عندنا منين تهزي عينك في نسيبتك فضاحه ما يمكن لكش تجاوبيها، ولدها يسبقها هي في المسائل قبل منك انت. ولا جيتي انت تقولي له علاش غادي تصبحي انت بنت قصيفه كيف كيقولوا بالدارجه، فهمتي؟ احنا ما فينا وحده تبغي تروح لاهلها على انها منت عائله قصيفه والله قصيفه زاد، فهمتي؟ نعم. هذا هو اللي من... نعم تفضلي. يعني بصراحة النقاش هو شيق وبزاف ديال المعلومات اللي بغيو نعرفوها أكثر. بس غير ركز على العقبة النقطة، ركز عليها في طب على قضية التكافل الاجتماعي. هذا النوصيون بالضبط، لأن هي اللي كتميز المناسبات والأعراس هون. ربما هذه النقطه هذه ما كتلقيها مثلا في مدن اخرى، ربما كيوصلكم واحد الفيديوهات كتشوفوا مثلا العلاقه هي هذيك الفضه اللي كيلوحوها كتقولوا واو هذا السيد ما عرف منين خدام، هو لا راه كتجبري كونسيارج مثلا ولا حارس ديال شي عماره ولا ولكن المناسبه طالعه له بزيرو درهم، هو يعني عمو غيعاونو خالو كيف تكافل الاسره كلها كتعاون باش تجمع ما بين مناسبه كبيره وهذا، ولكن هو تجبريه عن الصالير يمكن 1000 درهم ولا 2000 درهم وما غاديش يخلوا ولدهم بحال هكا بهذه الامور، هذا ما غاديش يخلوا ولدهم يتعرس وحده، كلشي غيتعاون، اللي يجيب ماشينا لافي، اللي يجيب تلفازه، اللي يجيب فضه، اللي يجيب الباس، اللي يجيب اللي يهنيك من الحيره، اللي يهنيك من الديسير، اللي يهن كل واحد يمشي هذاك العرس. علاش؟ غير من باب الكرم، حنا جينا لاهل فلان، القبيله الفلانيه جات القبيله الفلانيه، ممكن يجوا خاوين، وتجبريه عنده ما عنده ما بيت ودلالته، تجبريه انسان بسيط ولكن مناسبته كبيره وفخمه. وعلى فكره العروس راه ما كتشرط،
جيب لي كذا عيب عندنا. انت كرمك انت سخائك، ولكن الكرم ديال الانسان الصح انت واللي ساويه لك، هي انت واللي تمام ساويه. تماما. شوف انت قيمتك قيمتها عندك، كيفاش تكبر بها. شوف انت وجهك، انت جاي عنده الفلان، انت راك جاي وحدك، انت راك جاي بقبيلتك، قبيلتك الفلان جاي من تاع الفلان. نعم اخويا فهمت يعني من هذا الباب الكرم ديالك يعني هو الامتحان لي، يعني اللي وراك واللي قدامك والكريديات مال البنك كلشي نجبد كلشي باش باش لان علاش لان حكرتيني على الكرم، الكرم ديال الاستاذ الصحراوي. ماشي غير الكرم قديم وجديد، ماشي غير الكرم ولكن تضامن على الحلال. تمام تمام باش يجمعوا الشخصي. وهاد الجانب هذا هو خير ما نختموا به، لانه للاسف كان بودي نواصل اكثر، ولكن تجاوزنا وقت البرنامج. كنعتذر منك هشام، ما قدرتش، ما عندك ما دير، غتصبر معايا هذا الاسبوع، غتزيد شويه في المونتاج وغتزيد شويه في وقت البرنامج. ولكن كل كريم معنا اليوم من الصحراء المغربيه. استاذ قباس حيت بكم نقاش ودردشه ممتعه جدا برفقتكم، ما كفاتناش هاد السويعه هذه، ولكن ان شاء الله نتجمعوا قريبا باذن الله وندردشوا اكثر ونكونوا في لقاء تواصلي بشكل اكبر. تنبغي نشكركم من عمق القلب ديالي، شكرا جزيلا لكم على هذه الجلسه الرائعه، شكرا لكم حيت اليوم حفزتوني انني نلبس الملحفه ونعيش اجواء صحراءنا المغربيه. شكرا بزاف على هاد المعلومات كلهم اللي تقاسمتوها معنا. كنبغي نتوجه بالشكر الجزيل لك رباب الداه، نائبه مديره مكتب العيون لاذاعه ميد راديو وصحفيه، شكرا لك بزاف على المشاركه الطيبه وعلى كرم اخلاقك اللي لاخطيك. كنبغي نشكر لاله عائشه العلوي مندوبه وزاره السياحه بجهه العيون السقيه الحمراء، شكرا جزيلا لك لاله عائشه. وبصدق بصدق كنتمنى انني نتلاقى معك بشكل مباشر ونتيا معاك، لانه انا متاكده بان جلسه ماشي فقط غير اتاي، وانما جلسه اللي فيها واحد العمق وفيها واحد ثقافه غنيه جدا. الله يخطيك بارك الله فيك. غير للاضافه، غير خاصك تعرفي وخاص تعرف المستمعين على انه احنا اتاي عندنا جلسه ماشي الاتاي فقط، ولكن جلسه كتكون ثقافيه، كتكون نحلوا فيها مشاكل على هذوك ثلاث كيسان. بعض المرات ما كان نوضو حتى كان نوضو حلينا مشكل من الخير. شكرا لكم، شكرا بزاف بزاف على هذه الجلسة هذه. كان بودي نواصل اكثر بصراحه، باقي بزاف ما يتقال، ولكن للاسف وقت البرنامج تجاوزناه. كنشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، واكيد انه هذه رساله مباشره للعالم. قد نختلف في العادات في التقاليد من منطقه لمنطقه، ولكن وحده كتجمعنا جميع، مغرب واحد كيجمعنا جميع رغم انف الجميع. سيظل المغرب ولله الحمد موحد بثقافته وباختلاف عاداته وباختلاف اعرافه، والجميل هو التنوع الثقافي اللي عندنا في بلادنا من طنجة حتى القويرة. تنوع ثقافي هذا هو ما يميزنا عن الاخرين. لا سكينة، هذا هو ما يميزنا عن الاخرين. هادشي اللي كيقلق الناس اللي كيكيدوا لهاد البلاد هادي، ولكن ما عندنا ما نديروا لهم. هادشي اللي عطى الله المغاربه، احنا اللي جانا بيد مفتوحه كنشدوه بيدينا بزوج، واللي جانا بيد الغدر بطبيعه الحال اكيد انه غادي ندافعوا على نفوسنا وغندافعوا على ارضنا اللي احنا ما يمكنش نستغناو ولو على حبه منها بطبيعه الحال. شكرا لكم، شكرا لك هشام ابو زروان رفقتنا اليوم في الاخراج. دمتم في رعايه الله، نلتقي الاسبوع المقبل، تصبحون على خير، يوني بكم قباله، الى اللقاء.